أبويا الغالي، أنا تعبان من نفسي، أنا حاسس قوي إن كلامك كان عليا لما قلت ليتك كنت باردا أو حرا لكنك فاترا. ابني الحبيب، أنا واقف على الباب وأقرع، نفسي تسمع صوتي عشان تفتح. أبويا الغالي، أنت قلت أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، وده كلام بيخوفني قوي لأني فاتر فعلا. حبيبي، أنا بقول كده عشان تخاف وتقوم وتحاول وتغلب الفتور. أبويا الغالي، ليه بيجيلي فتور؟ أنا فعلا بحبك، نفسي أصلي بنفس، نفسي أخدم بفرح، مش عارف. ابني الغالي، أنا قلتلك السبب إنك تقول إني غني وقد استغنيت، ولا حاجة تلي إلى شيء. أبويا الغالي، وهعمل إيه في الإحساس ده؟ أنا ساعات فعلا بحس إني أحسن من اللي حواليا، وساعات بحس إني فاهم وعارف حاجات كتير. ابني، أقول لك الحقيقة وما تزعلش، أنت مش عارف نفسك، أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. ياه، كل ده يا خطيتي كده مفيش فايدة. لا 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 يا حبيبي، ما تقولش مفيش فايدة أبدا، إني كل من أحبه أؤدبه وأوبخه، فكون غيورا وتوب. أبويا الغالي، طب قولي أعمل إيه علشان أطلع من الفتور ده وأرجع للحرارة الأولى والمحبة الأولى؟ حبيبي، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. مش فاهم يا رب. انت حبيبي فاكر انك غني وانت فقير، الغنى الحقيقي في الصلاة وتعب الصلاة، ذهب مصفى بالنار، لما تدخل لصلوات عميقة طويلة تبقى بجد غني. وايه حكاية الكحل بتاعت العين؟ طبعا ده كلامي، كلامي هو دواء العين، مش قلت انك بسبب الفتور بقيت اعمى؟ لما تشبع بالانجيل وتفكر فيه كتير هتتفتح عينيك. ابويا الغالي، هو انت لسه برضو ابويا ولا ما عدتش بتحبني زي الاول؟ يا ابني، انا بحبك مهما حصل، انت اغلى من الدنيا كلها، انت نسيت اللي انا عملته عشانك؟ يعني يا رب في امل مني؟ ده انا زهقت من نفسي. طبعا في امل، والرجاء لا يخزى، واوعدك لو جهدت وفتحت الباب ادخل اليك واتعشى معك وانت معي، ونرجع الذكريات الاولى. يا رب انت طيب قوي، ساعدني عشان اتصلح. يا ابني، انا وراك وراك، عشان نفسي تجلس معي في عرش كما جلست انا مع ابي في عرش.